السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. انا دكتور احمد سلامه. هنتكلم النهارده عن الليفلنج. فهنبدا بعض النقط النظريه المهمه. ده لينك تشابتر عن الاوفر بايت، دي ارتكل عن الكيرف اس بي. فالكيرف اس بي هو الكيرف اللي بين الانسايزال ايدج والباكل سيجمنت كاسبترز. عندنا واحد من السكس كيز اوف كلوجن ان احنا نعمل فلاتنج للاوكلوزال بلين. الفلاتنج ده بيحتاج مننا سبيس في الارش. عشان نحسب السبيس ريكويرمنت بشكل صحيح، يبقى نرسم لاين من الانسايزال ايدج لاعلى نقطه ديستال في الفيرست مولر، ونقيس البعد الفيرتيكال ده لابعد كاسب تيب الفور او الفايف من اللاين ده. فلو الدبس ده مثلا 4 مللي، يبقى هنضيف السبيس اناليسيس 1.5 مللي توتال في الناحيتين. فلو احنا عندنا الكيرف سبي بالشكل ده كده، عشان نعمل فلاتنج هنلاقي ان الارش الانسيزال نتيجة لأن الكونتاكت بوينتس كلها بقت على لاين واحد، وهي دي أعرض نقطة في التوث. والديب كيرف سبي كيسز تبقى فيها انكريز اوفر بايت. عشان نصف الاوفر بايت هنا هنوصفها بثلاث حاجات. أول حاجة، هل هي انكريز ولا ديكريز ولا افريج؟ فدي عندنا انكريز. النقطة التانية، هل هي كومبليت ولا انكومبليت؟ ولو هي كومبليت يعني تاتشنج، هل هي بتعمل تاتشنج للتيث ولا للبلت؟ آخر حاجة بنشوف هل هي تروماتيك ولا نون تروماتيك. تروماتيك لو هي عاملة indentation في البالت أو في التيث، أو عاملة اتريشن للتيث، يبقى هي تروماتيك سواء بالتال في الأبر انسايزور أو ليبيال في اللور انسايزور. عشان نتأكد منها بنشوف الاستادي ميدل من اللينجوال سايد، أو بتبقى واضحة إلى حد ما في الاترس فالمتري. الحاجات اللي بتأثر على الأوفر بايت هو الانسايزور انتروجين أو بروكلينيشن، المولرز اكسلوجين أو ايربشن حسب الايج اوف ذا بيشنت. عندنا هنا اللون الأسود هو البري تريتمنت، والأحمر ده هو البوست تريتمنت. فهنا كده حصل incisor intrusion. في الكيس دي حصل مولر extrusion، والبيشنت ده كان adult patient. فاللي حصل clockwise rotation أو backward rotation للمانديبل، ودي حاجة unstable زي ما هنعرف بعد شوية. لو البيشنت عندي growing وعملت extrusion أو eruption للبكر segment، فبيحصل compensatory condylar growth بيعوض ال vertical eruption ده. آخر حاجة incisor proclination، وده بيقلل عندي ال overbite. لكن نخلي بالنا ان البروكلينيشن ده ما يكونش هيطلع الايبكس من الالفولار بون. وغالبا اللي بيحصل في الكيسز هو مجموع الحاجات دي كلها، ما بتحصلش حاجه لوحدها. لو احنا بنستخدم ستريت واير ابلاينس زي ما احنا شايفين كده، دي انسايزر انتروجن ومولر اكستروجن في الابر ارش. لو احنا عايزين انتروجن بس في الانتير سيجمنت، يبقى ممكن نعمل ستابلايزيشن للبكال سيجمنت بمين سكرو، او ان احنا نعمل دايركت انتروجن على مين سكرو في الانتير سيجمنت. عندنا هنا لو احنا عملنا اكستروجن للمولر 1 ملم، ده بيقلل الاوفر بايت ب 2 ملم. لو احنا هنعمل بروكلينيشن 5 ديجريز، ده بيقلل عندنا الاوفر بايت ب 1 ملم. فالاهم عندنا الانديكيشن، امتى البكر سيجمنت اكستروجن يبقى مطلوب؟ في اللو انجل كيسز او ديكريز لور فيشال هايت. لما يكون عندي الانسايزر شو ديكريز، يبقى انا مش هقدر اعمل انتروجن للانسايزرز. لكن عيبها طبعا لو البيشنت ادلت انها تبقى نون ستيبل موفمنت. الانتروجن للانسايزرز لو احنا عندنا هاي انجل كيس او انكريز فيرتيكال بروبورشنز، عندنا increase incisal show، يبقى احنا ممكن نعمل intrusion للincisor ونقلل من الاكستروجن للبكر سيجمنت. لكن نحاول نحافظ على الفورس ليفل انها تبقى within average عشان نقلل من الروت ريزوربشن اللي هيحصل للincisors. فالانتروجن فورس عندنا تقريبا بتبقى في حدود ال 20 جرام لكل توث، فالمفروض الفورس ما تعديش ال 100 جرام. لو الكيس عندنا محتاجه incisor intrusion، شايف هنستخدم فيها من سكروز، محتاجين نقلل الاكستروجن في بكر سيجمنت، يبقى ممكن نستخدم بيرسون انتروجن ارش او نستخدم ريكتس يوتيليتي ارش. لو احنا هنستخدم الستريت واير ابلاينس، يبقى هنعمل كيرف سبي في اللور، يبقى الكيرف تقريبا 4 مللي. ولو احنا عندنا الانسايزر شو انكريز، ممكن نعمل برضو كيرف سبي في الابر. مهم نتأكد من التورك على الانتيرو تيث في الابر واللور لما نيجي نحط الواير في الانتيرو براكتس. عندنا هنا في الفيديو ده عندنا كيرف سبي، ديب كيرف سبي مع ديب بايت. فهنستخدم الريفرس كيرف سبي واير. المفروض ان هو يبقى ريكتانجلر واير عشان يبقى افكتيف. لو عندنا مشكلة في الابر ارش، جام سمايل. عندنا الريفرس كيرف سبي ودي بايت، يبقى احنا ممكن نستخدم كيرف سبي واير في الابر ارش عشان نقلل الانسايزال شو.
لكن هنلاحظ ان هو بيعمل بروكلينيشن في الانتيروتيز. في طرق تانية برضو للبايت اوبننج، احنا نستخدم انترو بايت بلين، ده بيسمح بالاكسلوجن في الباكر سيجمنت والانتروجن للور انسايزرز. وتخلي المعمل يوصل الاكريل فيرتيكالي لحد الليفل اللي انت عايزه، بحيث يسمح لك البوندنج للور ارش، وتأكد ان هو عامل تاتشنج لاتنين او تلاتة انسايزر في اللور عشان ما تبقاش البايت تروماتيك، او تستنى لحد ما يحصل بروكنيشن للانتيرو تيث في الابر وبعدين تعمل انترو بايت بلين مره واحده. ممكن نستخدم برضو الانتر ارش الاستكس، ده فيديو على اليوتيوب بيوضح الميكانكس بتاعت الكلاستو الاستكس بانواعها. اللونج تيرم ستابيليتي، عندنا البكر سيجمنت اكسترويجن، دي نقطة كونتروفيرسيال لأنها مالتي فاكتوريال، بتعتمد على الجروث بتاع البيشنت، المسل سترينث، الأدابتيشن والأوريجينال مال أوكلوجن كان شكله إزاي. حتى هنا بعض الريتنشن بروتوكولز في الجرونج دي بايت كيسز مثلا بتستخدم انتيرو بايت بلين، في الانتيرو بايت كيسز بتستخدم بوستيرو بايت بلين عشان تمتين الكوركشن ديورينج جروث. عندنا الانسايزر انتروجن ستيبل لو اتعمل بشكل صحيح، والفلاتنج الاوكلوزال بلين بيبقى ستيبل، لكن لو احنا عملنا بروكلينشن زياده في اللور انتيرو تيث او حصل كلوك وايز روتيشن للاوكلوزال بلين ده ممكن يحصل فيه سيجنيفيكانت ريلابس. فعندنا البروكلينشن في اللور انسايزرز بيبقى مسموح في حالات كلاستر ديفيجن 2 او الريتروكلايند انسايزر عامه، وبيبقى تقريبا محدود ب 2 مللي تقريبا 10 ديجريز. وبنحاول نعالج الكيسز دي نون اكستراكشن في اللور ارش، ان لو خلعنا مثلا انتيرو في الانسايزر ده ممكن يعمل كولابس في الانتيرو سيجمنت، ولو اضطرينا نخلع 6 بنخلي بالنا من النزل تيبنج اللي ممكن يحصل في ال 7. لو خلعنا في 6 او ال 4 ده هيقلل الاكستروجن في البري مولرز وهيخليه اصعب بكتير، فغالبا بنختار ال 5 لو اضطرينا نخلع في الكيسز اللي زي كده. فأهم حاجة نخلي البروكلينيشن ويز الليميتس، نخلي الانتروجن بأوبتيمال فورس. الإيدج سنترويد دي هنبقى نشرحها قدام إن شاء الله. متأكد إن مفيش أي هابت هتعمل ريلابس لابتراب لبايتنج. الأبر انسايزر يبقى أندر كنترول في لور ليب، نحاول نقلل الإكسلوجن في المولرز في النون جرونج بيشنت، نخلي الكلوزر بلين فلات، نعمل أبرايتنج للمولرز، يبقى في انتر كاسبيشن كويس جدا في البكر سيجمنت، ده بيقلل عندي ريلابس. دي فاينايت إليمنت ستادي عملوها عشان نشوف فين البوينت أوف فورس أبلكيشن اللي تعمل عندي بيور انتروجن، هل هي ديستال للإنسايزرز ولا عند الكناين، لا ولا ديستال للونج أكس أوف كناين 2 مللي ولا عند الفور. فلو ان النموذج ده هو احسن حاجه بيحصل فيها بيور انتروجن، ده فيديو بيشرح الميكانكس بتاعه الثري بيس انتروجن ارش. في بعض الحالات ما بينفعش فيها الكامفلاج، فبتحتاج اورثوجناستك سيرجري. في عندنا 3 بوينت لاندنج، ان احنا اثناء الجراحه بنحسن الانتيرو فيشال هايت، ان احنا نخلي فيه تاتش في الانتيرو سيجمنت والبوستيرو سيجمنت، بنسيب اللاتر اوبن بايت. وبعد السيرجري بنبدا نعمل سيتلينج بالباكل بوكس الاستكس بالشكل ده كده، فبيحصل اكسلوجن في البري مولرز ودي ستيبل موفمنت، فبيبقى عندي سكيلتال كوركشن للجزء الصعب والدنتال كوركشن اللي عملناه فيري ستيبل. فالاهم عندنا هو الدياجنوز لكل كيس، احنا محتاجين انتروجن في الابر ولا في اللور، هل هينفع نعمل اكسلوجن ولا لا في البكر سيجمنت، هل ينفع نستخدم انتر ارش الاستكس ولا لا. فالحاجات دي كلها بنعرفها من الدياجنوز كويس جدا للكيس، ونشوف بروبلم ليست وعلى اساسه بنحط تريتمنت بلان.